طيب، صباح الخير جميعا. اليوم إن شاء الله بدنا نقفز على موضوع في سلايدات العمل الحر، بحيث إنه تساعدنا أكتر في الكورس إنه إحنا نمشي فيه أكتر، وهو إنه إنشاء الملف الشخصي وإيش المكونات اللي فيه. طبيعة الحال الملف الشخصي بدنا نركز على العناصر تبعته الأساسية اللي هي الاسم والصورة الشخصية والمهارات والنبذة، واللي كل واحدة من هدول حنحاول إنه احنا نفصل فيها عن قدر الإمكان. طبعا مكونات الملف الشخصي، العناصر اللي احنا حكيناها إنه هذه الجزئية هنا، أنا عندي هاي الاسم، هاي التخصص هنا، وهاي النبذة مكتوبة بالعربية والإنجليزية، وفي جزئية المهارات موجودة هنا، وفي معرض الأعمال برضو كذلك موجود في هذا التاب. تمام، هذا مثال تاني من منصة الأبورك، الاسم والمكان، وهذه النبذة الشخصية أو السيرة الذاتية المختصرة، البيو في هذا المكان. أوكي. طيب، الخطوات. أول حاجة إنه كتابة الاسم، يفضل إنه نكتب الاسم الشخصي تبعنا، لأنه عادة إنه الزبون لما يختار فريلانسر معين بيحب إنه هو يختار شخص حقيقي، يعني عنده الرغبة إنه هو يثق فيه، فبالتالي يفضل استخدام الأسماء الحقيقية قدر الإمكان. طبعا اختيار الصورة الشخصية، بدنا نختار يعني نشوف إيش هي الشغلات المهمة في اختيار الشخصية، كذلك بدنا نكتب العنوان في الملف الشخصي. بدي أعد النبذة المختصرة. ممكن أعمل فيديو تعريفي، هذه شغلة كتير مهمة في كتير منصات النوم، يعني موضوع الفيديو المختصر هذا بيساعد كتير في التعرف على الفريلانسر. نضيف المهارات، وأضيف التاريخ الوظيفي. تمام، التاريخ الوظيفي يعني حابب إنه أنا أفصل في الموضوع هذا هنا، لأنه مش موجود في مكان تاني في السلايد، إنه لازم تحط كل إشي أنت عملته في حياتك، لأنه يعني التساؤل اللي بطرح نفسه إنه أنا طالب حالياً وما عملت ولا إشي ولا اشتغلت في ولا مكان، فبالتالي إنه إيش أنا بدي أحط؟ لا، يعني حتى جزئية إنه أنت طالب حالياً، إنه أنت ممكن إنه أنت تحطها، لو إنه تدريب معين إنه أنت ممكن إنه أنت تحطه في إنه كوظيفة وتكتب عليها إنه يعني إنه هذا تدريب أو internship. كذلك لو كان في عندك تطوع في مكان معين إنه أنت ممكن تحطه. تمام، والنقطة اللي بعديها اللي هو سعر الساعة، حنشوف كيف إحنا ممكن إنه نختارها. أوكي، نبدأ فيهم نقطة نقطة. هذه السلايد يعني إنه مهمة، بدنا نرجع لها الآن عشان نشوف إنه إحنا اكتملنا يعني كملنا كل الأشياء اللي موجودة فيها أو لا. طيب، في عندي جزئية متعلقة بمعرض الأعمال، كذلك زي ما هو في التاريخ الوظيفي أو السيرة الذاتية. يعني بالمناسبة يعني في مفارقة صارت معايا، إنه أنا بعد التخرج كتبت السيرة الذاتية وأعطيتها لحد إنه هو يراجعها، وكنت بحاول إنه أحطها يعني إنه مختصرة قدر الإمكان، بحيث إنه تكون في صفحة واحدة. فالشخص اللي براجعها فعليا كان خبير يعني، وبحكي لي انه يعني شو هذه السيرة الذاتية، يعني واحد مخلص كيندر جاردن ممكن يكون عنده سيرة ذاتية احسن منك واطول منك، انت السيرة الذاتية تبعتك كثير قصيرة. فبالتالي برجع على اكد على نقطة انه انت اي تدريب او اي تطوع او اي إشي أنت عملته ممكن إنه أنت تحطه في السيرة الذاتية تبعتك حالياً، وهذا إشي كتير يعني مفيد راح يكون بالنسبة لك. بخصوص موضوع الأعمال، معرض الأعمال، يعني معرض الأعمال طبعاً هذه بتتيح للزبائن إنه هم يطلعوا على الشغل تبعك، بحيث إنه هم ياخدوا قرار يتشجعوا إنه هم يطلبوك للشغل أو لأ. يعني هذا بطبيعة الحال، يعني أنا على سبيل المثال بدي أجيب مثلا على سبيل المثال واحد للديكور، بدي أقول له يعني عمل لي تصميم للديكور، مش يعني متردد إنه هل هيعمل لي تصميم حلو ولا لا، بقول له ورجيني تصميمات لبيوت سابقة أنت عملتها،
بهاي الطريقة، فبالتالي إنه بقدر أحكم من أعماله السابقة إنه والله إنه محترف متقن في شغله ولا لا. فبالتالي هاي الشغلة كتير مهمة، تمام. فبالتالي معرض الأعمال زي ما شفنا إنه هو عبارة عن تاب لوحده، وإنه ممكن إنه أعرض فيه إنه هاي ويب سايت أنا صممته سابقا، هاي إنه أنا في عندي مهارة التحريك، هاي عملتها على البرنامج اللي بعمل موشن جرافيكس أو بعمل أنيميشن عفوا، وهذا إنه أنا عملت تصميم داخلي لغرفة معينة، فبالتالي إنه هاي التصميم إنه أنا يعني بعرضه من ضمن الأعمال السابقة يعني. طبعا بيتنوع هذا الموضوع كذلك، إنه أنا حاعطيكم جولة الآن في معرض الأعمال لأشخاص من تخصصات مختلفة. طب أنا بكتب كود، يعني إيش ممكن يكون معرض الأعمال تبعي؟ فبالتالي إنه حعملكم جولة وأورجيكم، يعني بدل ما إنه أحكي وأرجع أنا أورجيكم، لا يعني في الجولة إن شاء الله بورجيكم. طيب، هذه معرض الأعمال في منصة الأبورك زي ما حكينا إنه إحنا ممكن نرجع لها في الجولة. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه بطبيعة الحال إنه أنا ما عندي أعمال سابقة، للناس اللي ما اشتغلت فريلانسر قبل هيك، تمام، إيش أسوي؟ يعني شو أعمل؟ يعني أحط أخليها فاضية؟ أكيد بطبيعة الحال لا. لازم إنه أنت يعني تفكر بطريقة إنه أنت تعبي الأعمال أو يكون في عندك أعمال سابقة. كيف؟ في عندك مشاريع المساقات اللي انت اشتغلتها سابقا، سواء كان مساقات برمجية أو مساقات تصميم أو حتى مشاريع التخرج، ممكن إنه انت تحطها عندك في الأعمال السابقة. كذلك ممكن إنه انت تقوم بأعمال افتراضية. إيش معناته إنه تقوم بأعمال افتراضية؟ يعني على سبيل المثال ما حدا طلب مني تصميم شعار، ممكن أنا يعني أبتكر شعار معين لشغلة معينة مثلا، وليكن إنه شعار الشركة اللي انت بدك تعملها مثلا، وتحطه ضمن الأعمال تبعتك. أو ممكن إنه أنت يعني تشوف أي شغلة، إنه أنا بدي أصمم بروشور، بدك تفترض إنه حدا طلب منك بروشور وتصمم له بروشور بطريقة ما وتحطه ضمن معرض الأعمال تبعك. أو ممكن تقدم أعمال تطوعية، هي نفس النقطة السابقة، ولكن إنه أنت مثلا بتروح على مطعم معين وتقول لهم إيش رأيكم أعملكم لوجو، إيش رأيكم أعملكم شعار، إيش رأيكم أعملكم بروشور، أو مثلا تروح لمؤسسة معينة تطلب منهم إنه إيش رأيكم أعملكم إنفوجرافيك، أو إنه أنت تطلب منهم إنه إيش رأيكم أعملكم سيستم، أبرمج لكم سيستم لأتمتة العمليات الإدارية، أو أعملكم تطبيق أندرويد أو واتيفر. فبالتالي إنه أنت بتعرض أعمالك بشكل تطوعي، فبالتالي بيكون المشروع حقيقي، وفي نفس الوقت إنه ممكن إنه تستغله وتحطه في معرض الأعمال تبعك. في طريقة ثالثة إنه ممكن إنه أنت يعني تستخدم بعض المواقع والأدوات، يعني على سبيل المثال ممكن إنه أنت عندك مهارة معينة في الفوتوشوب وعندك معرض أعمال، ولكن إنه أنت بتتقن لشغلة معينة مش كتير بيعرفها، ممكن إنه أنت تصورها هاي الشغلة، يعني إنه تصور شرح لإلها كتسجيل فيديو للديسكتوب وتورجي كيف، إنه أنا راح أورجيكم اليوم كيف تستخدموا التكنيك كذا في الفوتوشوب عشان تعملوا كذا. هذا في حد ذاته راح يجيب لك زبائن، ويعني يعتبر إنه هو عبارة عن مهارة بالنسبة لك، زي ما إحنا شفنا هاي في هاي الصورة، إنه أنت عندك هذه المهارة اللي هي عبارة عن تحريك 3D لليد، فبالتالي إنه أنت بتشرح بالفيديو كيف إنه أنت بتعملها وبتحطها ضمن محفظة الأعمال تبعتك. فبالتالي لازم يكون في عندك محفظة أو معرض أعمال في البروفايل تبعك، تمام؟ طبعا نصيحة إنه أنت كيف تعرض أعمالك بطريقة مميزة. أنت لو كنت محترف أكيد بطبيعة الحال إنه ما تعرض كل أعمالك، بتعرض يعني إنه بحيث إنه ما يكونش في overwhelming للكلاينت إنه في عندك أعمال كتير، لا أعرض يعني أشياء منتقاة، تمام. الشغلة الثانية إنه رتبها بطريقة إنه كتير جيدة، بحيث إنه تكون
يعني الشغلات اللي لها علاقة بمهارة معينة تحطها جنب بعض، الشغلات اللي لها علاقة بمهارة تانية تحطها جنب بعض، يعني أو أي ترتيب أنت بتشوفه مناسب. طبعا احرص على حقوق الملكية الفكرية بحيث أنه ما يكونش عندك في معرض الأعمال أي شغلة أنه ممكن يسبب لك مشاكل قانونية أو مشاكل متعلقة بحقوق الملكية. طبعا بده يكون في عندك إثبات إنه هذا شغلك من خلال توقيعك أو من خلال إنه رابط لإنه هذا الكود موجود على حسابي على الجيت هاب أو أي شيء من هذا القبيل. تمام، لازم تكتب شو يعني تفاصيل إنه شو كان دورك بالعمل، إنه أنا والله في هذا الويب سايت أنا برمجت كذا، أنا صممت الواجهة، أنا يعني عملت الستايل شيت أو أي شيء من هذا القبيل. فبالتالي أنت بتوضح إيش اشتغلته في هذا المشروع. تمام، هاي النقاط الأساسية بخصوص معرض الأعمال. نيجي الآن لشبكات اللي ممكن إنه تتعمل فيها ملف شخصي. أكيد كلكم بالمجمل في عندكم حسابات على الفيسبوك، مش حدوق كتير على هذه الشغلة لأنه مش كتير إنه هو مكان يعني ممكن إنه يجذب زبائن كتير، لأنه الفيسبوك يعني يعني بركز على المجتمع المحلي أو على الشبكات الاجتماعية في المجتمع المحلي، وما في كتير شغل إنه أنت ممكن إنه أنت تجيبه زي ما إنه أنت تجيب من شبكات برا. لكن ممكن يكون إنه لينكدين إنه هذا خيار كتير ممتاز إنه أنت تعمل فيه. تمام، تستخدم صورة مهنية، يكون العنوان تبعك واضح، السمري أو البيو إنه تكون واضح، نضيف مقاطع فيديو أو صور لأعمالك، تحط الخبرات السابقة تبعتك، إيش المهارات تبعتك. تمام، وإنه توسع شبكة علاقاتك بحيث إنه يعني تعمل كونكت مع الأشخاص اللي ممكن يكون في من وراهم بزنس. فبالتالي هنا انت يعني هنا ما في عندي حاجة اسمها طلبات صداقة، انا بعمل كونكت بزنس كونكت مع اشخاص ممكن ان يكون في بزنس بيناتنا. هاي مش شبكة اجتماعية، هذه شبكة مهنية. الشبكات الاخرى تويتر برضو كذلك بيجي كتير عليها شغل، الانستغرام خصوصا للمصممين كتير كتير بيجي عليها شغل، البيهانس هذه كذلك انه تعتبر زي معرض اعمال للمصممين. كذلك اليوتيوب كويس انه انت تعمل لك قناة على اليوتيوب وتعمل فيها شروحات حتى لو كانت شروحات عادية، فعلا انه هاي يعني عن تجربة انه ممكن تجيب لك شغل كتير كويس. اوكي طيب، خلصنا هذه الجزئية المتعلقة بالبروفايلات. الآن بدي أنتقل على موضوع إنه اختيار التايتل. اختيار التايتل إنه أنا بدي أرجع للسلايد هاي عفوا. تمام، التايتل اللي هو العنوان الملف الشخصي. العنوان الملف الشخصي بدك تحرص انه يكون التايتل تبعك هو عبارة عن تايتل مسمى وظيفي وليس ناون فريز. ناون فريز يعني 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 على سبيل المثال انه انت يكون عندك، لو انا على سبيل المثال مصمم فبكتب انه جرافيك ديزاينر وليس جرافيك ديزاين. هاي اللي انا بقصد فيها انه هي نانو فريز. نانو فريز انه هذا اسم يعني مسمى يعني صيغة اسم نون فريز وليس مسمى وظيفي. يعني المسمى الوظيفي انه بتكون عادة انه كفيرب فريز او يعني عفوا بصيغة الفاعل جرافيك ديزاينر. الآن أنت محتار في المسمى الوظيفي تبعك، هحط لك على ال على على ال على ال على, 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 على الصفحة عندنا على ال على المودل، هحط لك اللي هو المسميات الوظيفية
أنا عندي في الاي تي. كذلك انت ممكن لو اي حدا عنده تخصص تاني غير الاي تي ممكن يبحث على المسميات الوظيفية للاي تي. فعندك في هذا الملف حوالي 87 job description، وهذه هي مقسمة. اول حاجة technology executive اللي هم اللي بيشتغلوا انه في المستويات العليا في الادارة كتنفيذيين، اللي هو chief information officer، chief technology officer، CIO، CTO إلى آخره من هاي الشغلات. طبعا أنت بتلاحظ هنا أنه زي ما شفنا جرافيك ديزاينر أوفيسر ما بيحط Chief Information أو Chief Technology، لا لازم أنه أنت تحط أوفيسر بهذا الشكل. طبعا التكنولوجي دايركتور، كذلك في التكنولوجي دايركتورز اللي هم يعني بيشتغلوا في كذلك مستويات عليا في الإدارة زي الاي تي دايركتور. لاحظ انه هنا انه كفيرب انه عفوا كفيرب فريز بالضبط، او كمسمى وظيفي كجوب تايتل كاسم فاعل عفوا تمام. او ممكن تكون العكس انه دايركتور اوف اوبريشنز يعني مدير عمليات بهذا الشكل، engagement director إلى آخره من هذه المسميات. هنا برضو كذلك IT manager، application manager، software development manager، كل هاي الشغلات يعني إنه ممكن إنه أنت تعتبرها إنه contract manager مدير للعقود، data center manager مراكز البيانات إنه بتحتاج مدير بهذا الشكل. هنا شغلات متعلقة بالبروجكت مانجمنت، اجايل بروجكت مانجمنت للناس اللي بتشتغل في الاجايل ميثودولوجي او بروجكت مانجر بشكل عام. اجايل كوتش هنا يعني ذلك انه هو عبارة عن موجه او مدرب في الاجايل. بروجرام مانجر، هذه الشغلات المتعلقة بالاركيتكت، تشيف اركيتكت، انتربرايز اركيتكت الى اخره من الشغلات هاي. الشغلات المتعلقة بالتحليل اللي بيشتغلوا فيه تحليل الأنظمة، بزنس أناليست، أجايل بزنس أناليست، تيست أناليست تمام. الفاريانس هنا بتلاحظ إنه هذه ممكن تيستر، سوفت وير تيستر ممكن تحط المسمى هاي، تيست أوتوميشن إنجينير، أو في فاريانس قالها إنه كيو أي، ما تحط كيو أي لوحدها، لازم تحط كيو أي إنجينير بهذا الشكل او QA specialist بهذا الشكل تمام. لانه QA لوحدها quality assurance بتكون انه كنون فريز وليس كمسمى وظيفي او يعني job title. operation analyst، database analyst، انا مختص في تحليل البيانات، انا مختص في enterprise resource planning analyst، network analyst بعمل تحليل للشبكة، Data Analyst، Analytics Specialist. هاي Specialist زي ما حكيت انه انت وكذلك ممكن انه انت تضيفها في بعض المسميات الوظيفية، عشان Data Scientist انه مختص بعلوم البيانات. هنا Specialist، Network Engineer، Storage Engineer، Disaster Recovery Specialist انه هي موجودة هنا. Development، شغلات المتعلقة بالتطوير، ممكن تحط ديفلوبر لوحدها، ممكن تحط ليد ديفلوبر او سينيور ديفلوبر. طبعا هنا كديفلوبر ممكن انه انت تفصل فيها انه انا سوفت وير ديفلوبر او بروجرام ديفلوبر او سيستم ديفلوبر او موبايل ديفلوبر، بي اتش بي ديفلوبر، جافا، تحط لغه برمجه معينه لو انه انت مختص في هذا الموضوع. ممكن انت تحط ليد او سينيور زي ما حكيت لك. ممكن انت لو مختص في تطوير الجيمز انه تحط جيم ديفلوبر، مختص في الاس كيو ال، اس كيو ال ديفلوبر، داتابيز ديفلوبر. كذلك الادمنستريشن، في فرق بين المانجمنت والادمنستريشن. المانجمنت متعلقه بالاداره في العمليات الاداريه في المؤسسه، لكن هنا الادمنستريشن انه اداره انظمه. داتابيز ادمنستريتور، لاحظ الار ادمنستريتور اوكي، سيستم ادمنستريتور، نتورك ادمنستريتور، الويب ماستر. الويب ماستر هو عبارة عن او ويب سايت ادمنستريتور، هو اللي بيديروا مواقع الانترنت. سبورت،
ما بنفع إنه أنا أكتب هيلب ديسك، بكتب هيلب ديسك أوبريتور أو سيرفيس ديسك أوبريتور، تمام؟ ما بنفع إنه أنا أكتب تكنيكال سبورت لوحدها، ممكن أكتب تكنيكال سبورت أوبريتور أو تكنيكال سبورت سبيشالست أو تكنيكال سبورت ريبريزنتيتيف أو تكنيشن فني، دعم يعني دعم فني، تمام؟ هاي الشغلات متعلقة بالمبيعات. أوكي، نيجي الآن للديزاين. الديزاين بتيجي فيه تحتيها شغلات كتير. ويب ديزاينر، ما تكتب ويب ديزاين لوحدها، فبالتالي إنه هو اللي بيعمل ديزاين للويب، لليوزر انترفيس على الويب، تمام؟ هنا عندي جرافيك ديزاينر، هو اللي بيعمل يعني تصميمات، يعني تصميم للرسومات وللأشياء هذه. في جيم ديزاينر، في يو اي ديزاينر، تمام؟ فبالتالي انت لما تحط يو اي سلاش يو اكس يوزر انترفيس سلاش يوزر اكسبيرينس، شو المسمى الوظيفي تبعك؟ يعني انه يفترض انه انت تحط ديزاينر ولا سبيشاليست او شغله يعني مثل هيك. يعني شغلات متعلقه بالريسك والسكيورتي، اي تي ريسك مانجر، اي تي سكيورتي سبيشاليست، كل الامور هذه انه زي ما انت شايف. زي هيك ممكن تدور على الانترنت المسميات الوظيفيه في مجال معين تاني، لو هي المجالات اللي هنا مش موجودة ضمن المجالات تبعتك، وتختار الإشي الأنسب أو الأقرب لإلك. فأنا يعني الآن في تصحيح البروفايلز، لما أجي أطلع بدي ألاقي مسمى تبعك محطوط بشكل صحيح. هذا معيار مهم جدا إنه تاخده في عين الاعتبار، إنه أنت تختار المسمى تبعك صح، تمام؟ طيب الشغلة الثانية اللي متعلقة في، بعد ما خلصنا إنه العنوان تبعي، طب بدي نرجع لخصوص الصورة. بخصوص الصورة حتجد أنت في الكتاب عندك تمرين هنا، تمام؟ بيعطي لك إنه مجموعة من الصور وبيقول لك إنه مين الأفضل إنه تكون للبروفايل. طبيعي يعني إنه الصورة هاي إنه هذه أفضل من الصورة هاي، تمام؟ لأنه هذه الإضاءة تبعتها يعني قاتمة، هذه الشغلة. والشغلة الثانية إنه مش يعني هنا الوجه، يعني ملامح الوجه كلها إنه هي ظاهرة، لأنه هنا ملامح الوجه إنه مش ظاهرة، إنه على جنب، تمام؟ الشغلة الثانية أو المثال الثاني إنه هاي الصورة ولا هاي الصورة، بطبيعة الحال هاي الصورة أفضل من هاي الصورة، لا يحبب استعمال مثل هاي الصورة، لأنه هنا أول حاجة إنه ملامح الوجه انه بعيدة. الشغلة الثانية انه في انت يعني مصور حالك في شغلات ما تفترض انه هي تظهر، التفاصيل هذه والفوضى، انه ايش لها لازمة انه تكون موجودة على المكتب؟ يعني انت ايش بتحاول انه تتوصل؟ لا، صورة البروفايل هي صورة شخصية، مش انه صورة انه انت بتحاول انه تظهر فيها مع اشياء معينة او شغلات تانية. لا، صورة بشكل اساسي للوجه والاكتاف، هاي بدك تركز عليها، انه انت لما تصور في الصورة الشخصية تبعتك انه تكون ظاهرة عندك. الشغلة التانية او المثال الثالث انه هنا هذه الصورة افضل من هاي الصورة، والسبب في ذلك انه زي ما حكينا انه هاي الوجه والاكتاف انه هي ظاهر، تمام؟ وهاي انه يعني تظهر انه هذه الصورة كويسة، ولكن المشكلة انه الوجه صار بعيد، فالملامح تبعته مش كتير انه هي ظاهرة، تمام؟ طبعا هاي الصورة ولا هاي الصورة، الصورتين مقاربات لبعض، انه من ناحية انه الوجه والاكتاف ظاهرين، ولكن انه هذه فيها ابتسامة وهذه انه ما فيش ابتسامة، في عبوس يعني نوعا ما. فبالتالي انا لا ككلاينت انه انا بدي اجي اطلع انه حقول والله الفريلانسر هذا حيكون سمح سهل في التعامل، هذا لا حيغلبني، مش حيكون مرن معايا في الاسعار مثلا، او مش حيكون مرن معايا في المتطلبات تبعتي. فبالتالي هاي الشغلات اللي بتعكس شغلة يعني هاي الشغلات. كذلك بدي احكي هنا على ميول الوجه. ميول الوجه يعني حسب الخبراء بتحكي انه انت عندك الصورة لما يكون فيها ميول في الوجه زي هيك، انه يكون مايل على شقة معينة، هذا بتعطي انطباع
يعني مش عارف، أنا ما بدي أحكي هاي الكلمة للخضوع أو الخنوع، ولكن في المقابل هي مريحة جدا للكلاينت، إنه زي كأنه أنت بتقول للكلاينت شبيك لبيك، كيف ممكن أساعدك، أو إنه أنا تحت أمرك، يعني إيش بدك إنه أنا أسوي لك. فبالتالي هو طبيعيا لا إراديا إنه الكلاينت بيميل للشخص اللي ممكن إنه يكون فيه شوية ميول هيك في الرأس بهذا الشكل. لكن أنا شخصيا أنا لا أحبذ ذلك، يعني ممكن تكون إنه الصورة ستريت بهذا الشكل، يعني إنه ممتازة زي هيك. طبعا أنت عشان لو كان في عندك أكثر من صورة وبدك إنه أنت تحاول إنه تشوف عندك إنه شو الانطباع تبعها، في عندك الويب سايت هذا الفوتو فيلر، ويب سايت مشهور بيساعدك في اختيار شغلة أو صورة للبزنس تبعتك أو تكون بروفيشنال. وهنا أنا حاطط مثال، هذه الصورة هذه، تمام. الصورة إنه تايتل ديجيتال كونتنت بروديوسر، فبالتالي في الويب سايت هذا فعليا أنت بتسجل وبتحط صورتك، وفي مقيمين حيقيموا الصورة تبعتك، تمام. المقيمين هم ناس عاديين زيك يعني، وهو فعليا انه صورتك مش حتنحط للتقييم الا لما انت تقيم صور ناس تانيين، فبالتالي انه المنفعة متبادلة. هذا في الحساب المجاني، اما الحساب المدفوع ممكن صورتك تنزل للتقييم مباشرة بدون ما انت تقيم ناس تانيين، تمام. طيب الان الصورة هذه مع المسمى الوظيفي هذا، السكورز اللي حصلتها انه هذه، انه الصورة هذه بتوحي انه الشخص مؤهل، competent 9.1، تمام، ومن التوب 10، وانه هاي الصورة انه likeable، انه مريح، انه انا ممكن انه انه انا يعني يعني ممكن يكون انه انا مريح انه انا اشتغل معاه، 8.9 حصلت من ضمن التوب 20. وهاي الصورة انه قديش انه الشخص هذا مؤثر influential، انه above average 7.7. طبعا هاي البيانات اللي موجودة عندي، قديش الفوتس اللي عملوا competent no somewhat yes very اللي هو 0 1 2 3، تمام. هاي النوتس هذه كتير ممتازة، كتير كتير ممتازة. يعني في بعض الأحيان إنه أنا لما الصورة عملت بوست للصورة تبعتي بيحكوا لي إنه الخلفية هذه اللي ورا بلاش منها، لو أنت اخترت خلفية سادة إنه بكون كتير أحسن. في ناس بيحكوا إنه هاي أم الملاحظات حكولها إنه نايس سمايل، في ناس تانيين بيحكوا إنه لوكس فريندلي بات أولسو سمارت، لأنه والله هذا الفريلانسر سمارت. هي يعني موضوع الصورة في اختيار الفريلانسر له دور كبير، يعني انه من قبل الكلاينت، اوكي. فبالتالي هذه التعليقات كتير مهمة، انه ممكن انه انت تاخد منها فيدباك، وكتير بيساعدك انه انت تحسن الصورة تبعتك. الان نرجع هنا، احنا فعليا خلصنا موضوع اختيار الصورة وخلصنا موضوع التايتل، نيجي الان للبايو او الاوفر فيو. في البايو انا جمعت لك كتابة النبذة المختصرة او السيرة المختصرة. البايو هاي من مدونة جرامرلي اللي ما بعرف الويب سايت هذا، كتير بيساعدك برضو في الكتابة باللغة الانجليزية، انا بنصح باستخدامه. في منه بلان مجانية انه بيساعدك انه اذا كان في عندك missing verb في الجملة تبعتك، او مثلا ما فيش موافقة بين الفعل بين الفيرب والسبجكت مثلا، شغلات زي هيك، فبحسن الكتابة تبعتك بطريقة ما، خصوصا للأشخاص اللي في عندهم مشكلة في الكتابة باللغة الإنجليزية. أوكي، النبذة المختصرة شو هي؟ ممكن إنه أنت تستخدمها في العديد من الشبكات الاجتماعية، بيكون في عندك خانة لأنه أنت تكتب البايو زي الفيسبوك والتويتر والعديد من الشبكات الاجتماعية الأخرى. كذلك الشبكات المهنية بتوفر لها مساحة مهمة جدا، كذلك منصات العمل الحر زي اللينكدين والأبور والأبورك ومنصات أخرى.
تمام؟ باختصار شو تعريفها؟ هي عبارة عن التعريف بالنفس بكلمات قليلة، تمام؟ أنا مش محتاج إني أقرأ السيرة الذاتية تبعتك كلها بالكامل عشان أعرف مين أنت. وهذه شغلة كتير مهمة، من الأخطاء الشائعة اللي بيقعوا فيها الأشخاص اللي بيكتبوا البايو، هي عبارة عن تكرار للسي في. لا، مش هي تكرار، مش تكرار للسي في. أنت بدك تحاول إنه تكتب بشكل أشياء منطقة ومختصرة وتسردها بطريقة معينة، مش إنه أنت تحطها زي السي في إنه كنقاط. طيب، السيرة المختصرة في الشبكات الاجتماعية لازم إنه هي تكون قصيرة جداً، بحيث انه انت تعرف الغرباء، وانا حطيت لك هنا ايش المقصود بالغرباء، اللي هو الزبائن المحتملين اللي بيجوا على البروفايل تبعك. ايش بدك تعرفهم؟ اسمك، ايش دورك الحالي، شو بتشتغل حاليا، شو هدفك، ايش اكبر انجازات انت عملتها لغاية الان. اوكي، تمام. الان نيجي للسيرة المختصرة المهنية او البروفيشنال بايو، تمام؟ بتكون عادة أطول من السيرة الذاتية للشبكات الاجتماعية، يعني متوسطة الطول، تسمح للخبراء من معرفة القليل من التفاصيل الإضافية، تمام؟ تحتوي عموما على الشغلات التالية: اسمك، دورك المهني حاليا، تمام؟ شركتك أو العلامة التجارية الشخصية الـ personal brand، عشان إنه ما يكونش في لبس في الموضوع. انا شغال فريلانسر كفرد، صحيح، ولكن انه لازم يكون في عندي حاجه اسمها بيرسونال براند. حنيجي نتطرق لها فيما بعد، انه ايش هي البيرسونال براند، انه يعني انت تعمل لك هويه رقميه تستخدمها في التسويق، انه انا شغال كديتا ساينتست، شغال كمصمم، شغال كمبرمج، الى اخره من هاي الشغلات. كذلك ممكن انه انت تحط اهدافك وطموحاتك، كذلك ممكن تحط 2 أو 3 إنجازات من أكثر الإنجازات المثيرة للإعجاب عندك، وكذلك إنه ذات علاقة بطبيعة الحال للبروفيشن اللي أنت بتحاول تبني بروفايل لإلها. هذه شغلة أوبشنال، ممكن تضيف الهوايات تبعتك، إنه أنا بحب البايكينج، بحب ألعب بينج بونج، بحب ألعب شطرنج، بحب المشي، بحب قراءة الكتب، إلى آخره من الشغلات هذه، تمام؟ الآن نيجي للأمثلة. الأمثلة إنه إحنا فعلياً راح نعرض مجموعة من المسميات الوظيفية بالإضافة للبايو تبعتهم، بالإضافة لمحفظة الأعمال، 3 شغلات. فبالتالي هنا في الأمثلة إحنا بدنا نعرض، ركز عليك، بدنا نعرض 3 شغلات، اللي هو التايتلز بالإضافة للبايو بالإضافة لمحفظة الأعمال. طبعاً أحسن ويب سايت انت ممكن انه انت تستعرض فيه الشغلات هذه هي منصة الابورك، تمام؟ هنا هذا الرابط، انت عندك المصادر الاثرائية. كذلك هنا برضو حنركز على موضوع السعر، يعني هنا انا بدي اركز لك على النقاط هذه، بدي اكتب لك اياهم هنا، انه الاستعراض الحالي للبروفايلات يظهر المسميات، يعني أمثلة على المسميات الوظيفية، كذلك إنه معرض الأعمال، قبل معرض الأعمال اللي هو السيرة المختصرة، والسعر، كيف اختار السعر تبعي، لانه انا في البروفايل تبعي هذه برضو من الشغلات اللي انا بدي اقيمها. فبالتالي انا هقيم الشغلات هذه عندك في البروفايل، اشوفها انه هي موجودة ولا لا، تمام؟ لانه اختيار السعر شغلة كتير كتير مهمة، حنشوف كيف نختار السعر، لانه يعني انا بعرفش يعني، لكن حدي لك جايد لاين، يعني انت حتيجي تقول انه انا بعرفش هالجيب، اوكي كيف قديش بدي احط السعر تبعي، لكن انا هادي لك جايد لاينز كيف انه انت تحدد السعر من استعراض البروفايلات على منصه الابورك. طيب، نيجي الان لافضل فريلانسر اللي هو upwork.com/hire. طبعا هنا انت عندك التخصصات كلها، اللي هو التخصصات المتعلقه بالديفلوبمنت، سواء كان ويب او موبايل او سوفت وير بشكل عام. هنا شغلات متعلقه بالاي تي والنتوركينج، تمام، داتابيز ادمنستريتور،
information security freelancer، كل هاي الشغلات. الشغلات المتعلقة بالداتا ساينس بتحليل وعلوم البيانات، تحليل البيانات وعلوم البيانات، وهنا الوظائف المتعلقة بالإنجينيرينج والأركيتكتشر. أوكي، سيفل ستراكشرال إنجينير، كونتراكت مانيفاكتشرينج فريلانسر، إلكتريكال إنجينير، إلى آخره من الشغلات هذه. كذلك هنا الديزاين اللي جزء كبير إنه من الفريلانسر بيشتغلوا في هذا القطاع، يعني هاي التخصصات تبعته كله. مجال الرايتنج إنه ممكن تشتغل في مجال الكتابة الأكاديمية، كتابة محتوى، الترجمة، الليجل، المجال القانوني. تمام، هنا الادمنستريشن سبورت، كاستمر سيرفيس، خدمة الزبائن، الدعم الفني بشكل عام، والتسويق والمبيعات والمحاسبة والاستشارات. أوكي تمام، نيجي الآن نستعرض مجال معين، نيجي ل ويب ديفلوبمنت فريلانسر كمثال. هنا بعرض لي أفضل الفريلانسرز، شايف الأسعار تبعتهم، $65 في الساعة، $90 في الساعة، 45، 34. تمام، لاحظ المسمى ويب ديفلوبر، ويب ديفلوبر نفس الإشي، إنه مسمى وظيفي وليس ويب ديفلوبمنت أو مثلا بي اتش بي أو أي شغلة، كلهم ويب ديفلوبر زي هيك. تمام، هايدي السكيلز اللي موجودة عندهم. تمام، ممكن نستعرض واحد، يعني خلينا ناخد هذا مثلا على سبيل المثال، خليني أعمل كونكت. لا أنا عملت ساين أب، مش أنا بعمل لوج إن، عفوا. طيب اوكي، في شاشة تانية انه حنشوف كيف انه احنا نستعرض هدول الفريلانسر، لكن انه انا بدي انزل تحت هنا على هنا read more. طيب اجد هنا read more، انه طبعا هذه اسئلة انه هذه الصفحة بالمناسبة للكلاينت، لانه يعني انت بدك تشوف كيف الكلاينت بشوف كيف بشوف هاي الشغلة. يعني طبعا هنا السؤال how do you hire a web developer، بطلب منه انه يكتب بروجكت، بيعمل له بوست، وهنا بدك تعمل شورت ليست عشان تعمل لها انترفيو. الان السؤال انه how much does it cost to hire a web developer. هنا في عندك تقسيمات، طبعا هذه التقسيمات ما فيها صح وخطا، لانه الاسعار هذه بتعتمد من دوله لدوله ثانيه، في تكلفه المعيشه في دوله معينه بتكون كثير مرتفعه، فبالتالي الاسعار هذه بتكون مش كثير انه مجدية، وفي دولة تانية انه بتكون الاسعار فيها انه كتير منخفضة كنفقات معيشة يعني. تمام، فبالتالي انه كتير بتكون مجدية. الان البيجنر انه ممكن انه $16 في الساعة، الانترميديت 36، الادفانسد 21. فبالتالي انا بقبل منك انه في هاي الفئة، اذا انت فعلا جديد أول مرة تعمل البروفايل، إنه يفترض إنه السعر تبعك يكون $16 في الساعة. تمام؟ الآن إذا أنت إلك فترة شغال كفريلانسر، هذه ميزة إنه أنت تكون متواجد على منصات الفريلانسنج إلك فترة، وكل شغل بتحاول إنه أنت تجيبه هناك، لأنه أنت بتنتقل لمستوى الانترميديت، وبالتالي إنه أنت بتقدر ترفع السعر تبعك بهذا الشكل. تمام؟ بالنسبة للجوب تايتل بوست، انه انت يعني انه كلاينت ايش بدك تحط، هالجوب ديسكريبشن، كل هاي الشغلات هذه للكلاينت. فبالتالي انه هنا فهمنا يعني قديش مستوى الرينج الاسعار لهاي الشغلة. نشوف شغلة تانية، في نشوف مثلا على سبيل المثال انه شغلة متعلقة بالداتا فيجواليزيشن فريلانسر، ايش الاسعار؟ انا عندي تتراوح من 70، 40، 125، $100، 80. تمام، يعني تتراوح الاسعار. ممكن ننزل هنا لغاية لما نشوف هنا ايش هو الداتا فيجواليزيشن. هذا طبعا شرح للكلاينت
انه كيف انه انت ممكن تعمل، يعني انه يعني شو هي الوظيفة هذه لو انت بدك يعني تطلبها او تطلب فريلانسر في هذا المجال. طبعا هنا يعني مبررات ليش انه انت ممكن تعمل هاير لداتا فيجواليزيشن سبيشالست. تمام. الان بالنسبة للتكلفة، بالنسبة للتكلفة انه هنا محطوط انه الاسعار هذه تتنوع حسب الخبرة واللوكيشن والماركت كونديشن، لكن انت حتلاقي في مجالات تانية انه في تفصيل اكتر في الاسعار زي ما حنشوف هنا. نيجي لمجال الداتا مايننج او الماشين ليرنينج، عفوا الماشين ليرنينج في تفصيل اكيد، يعني شفت انا في تفصيل في الاسعار. اوكي، هدول افضل الناس اللي بتشتغل في الفريلانسر، انه توب ريتد، الاسعار تبعتهم 50 35 75، هاي الاسعار تبعتهم انه بالساعة. تمام. الان نيجي للتفاصيل هنا. هنا في شي تفاصيل للأسعار، لكن إنه في مكان تاني، لكن هنا إنه إيش الـ requirements عشان إنه يكون qualified، لازم يكون في عنده معرفة أو خبرة 10 سنوات، إنه يكون عنده بكالور ديجري، ويكون يفهم الـ machine learning والـ big data والـ algorithms. إني أشوف هنا الـ data mining. تمام. ايش السكيلز اللي موجودة؟ تكون عنده داتا ساينس، داتا مانجمنت، داتا اناليتكس. هنا برضو الكوست بتعتمد على حسب اللوكيشن، مفيش فيها تفصيل في الأسعار كتير. أوكي. طيب نيجي نرجع هنا للموبايل ديفلوبر. هدول الأفضل، إنه بتتراوح الأسعار بين 45 120 135، هدول البيست. هنا ايش السكيلز اللي ممكن موجودة عنده؟ يو اكس يو اي فاندمنتالز، كروس بلاتفورم، موبايل اب ديفلوبمنت، الى اخره من الشغلات هذه. اوكي، كيف بدي احدد السكوب والكوست تبع المشروع تبعي؟ تمام. هنا انه المشاريع انه اقل تعقيد مشاريع متوسطة، وهنا مشاريع كبيرة. تمام. هذه الحالة انه اقل تعقيد انه انت في عندك ابلكيشن حالي. تمام. ممكن تعمل له فيكس للبج او تضيف فيتشر عليه او تعمل باتش معين، او انه تجيب ديزاينر انه يعمل لك ديزاين، او تعمل له تيست ميديا انه صار في مثلا ابديت في الاندرويد، فانت محتاج انه انت تعمل ابديت تعمل ابديت للتطبيق تبعك هنا. تمام. او تعمل نيو فيرجن. اما اذا كان لارج، بيكون في هذه الحاله انه نيو ابلكيشن وبتحتاج اي بي انتجريشن او سكيورتي، في يعني انه يعني تعمل مينتين السكيورتي تبعته او تعمل داتابيز انتجريشن. اوكي، هذا هو التيبل اللي انا بحكي لك عنه. التيبيكال، هذه التيبيكال ريتس تشارج للموبايل ديفلوبر. الان البيزك انترميديت اي او اس ديفلوبر، هذا الديسكريبشن تبعه، هذا الديسكريبشن تبعه. تمام. انه ايش السكيلز المفروض تكون موجودة عنده. تمام. بالاضافة لقديش الريت، انه من 45 ل 50 ل 75 دولار. تمام. هذا بيزك انترميديت، هذا اي او اس. الاندرويد اقل شوية، من 35 ل 60. تمام. وهي الوصف تبعه. تمام. وهذه يعني بفريم ورك تانية انه زي هيك، انه مستوى الاسعار بيكون
قديش. أوكي، الآن ممكن ننتقل لوظيفة ثانية على سبيل المثال في الديزاين. أوكي، جرافيك ديزاينر، جرافيكس اند ديزاين. هنا في رينج في الأسعار، أنا شفت سابقا هي أفضل لفريلانسر 40 دولار، 50، 125، 100 دولار. الآن نيجي للتفصيل. هنا التفصيل في تفصيل كويس طبعا. هنا إيش السكيلز اللي المفروض تكون موجودة عندك؟ في إنه كجرافيك ديزاينر عندك معرفة بالأدوات تبعت الأدوب كرييتيف، فوتوشوب، إلستريشن، إن ديزاين إلى آخره من الشغلات هذه. تمام، طبعا هنا بحكي لك على الكوست فاكتورز. تمام، تتراوح أصلا من 20 ل 150 دولار في الساعة. تمام، فهذه إنه قديش إنه السكوب تبع الورك بيحدد، كذلك إنه الخبرة بتحدد. تمام، بالإضافة ل يعني التايم لاين المطلوب منك، وهنا هذا الكلام محطوط بجدول. يعني على سبيل المثال لو مطلوب منك فلاير إنه أنت تعمل مطوية، هذه بتحتاج لوقت شغل أكثر من 10 ساعات. تمام، والفاريبلز اللي انت يفترض انه انت تضي يعني تعملها، هذا الكلام معلومات للكلاينت، لكن انت كفريلانسر ممكن تستفيد منها. انه انت تيبيكالي او عادة انه تصميم المطوية بيحتاج اكثر من 10 ساعات، تصميم اللوجو بيحتاج اكثر من 20 ساعة. تمام، وايش الشغلات اللي الفاكتورز اللي انت ممكن تعملها انكلود. تمام، والانفوجرافيكس زي ما حكينا انه يعني تحتاج على اكثر من 20 ساعة وهي زي هيك. تمام، هذه اكثر الاخطاء اللي الكلاينت اللي ممكن انه هو يقع فيها وكيف انه هو يتجنبها. الان بخصوص رينج الاسعار، انت ما دام عرفت قديش انه الساعة، فبالتالي ممكن انه يعني هاي صار في عندك استيميشن الانفوجرافيكس قديش بيحتاج وهذا قديش بيحتاج. وهنا كذلك عندك رينج الأسعار مذكور هنا من 20 ل 150 دولار. أنت كبيزك أو كبيجينر ممكن إنه أنت تبدأ ب20 دولار بالساعة، فبالتالي إنه هاي ريت الأسعار المقبول للجرافيك ديزاينر. ممكن إنه نشوف مثلا مجال تاني. مجال زي مثلا الجرافيك، زي الموشن جرافيك، موشن جرافيك فريلانسر. هذه أفضل لفريلانسرز، الأسعار تبعتهم روتيشن هي بتتراوح. بالإضافة ل هنا رينج الأسعار، البيجنر 28 دولار في الساعة، الانترميديت 58، و الأدفانس 325، فبالتالي زي هيك. أوكي تمام، فبالتالي أنت بتفتح هذا اللينك، بتختار شو التخصص اللي أنت قريب عليه، بتقدر إنه أنت تحدد شو التايتل المناسب، شو مستوى الأسعار. تمام، وكيف إنه أنت يعني تحط يعني تختار السعر تبعك لو أنت كنت بيجينر أو انترميديت. نيجي الآن للشغلة الثانية اللي هي المتعلقة ب ب إنه هاي الموقع الفريلانسينج دوت أو الأبورك دوت كوم. تمام، بتروح هنا بتختار بدل فايند جوب، بتختار هنا إنه أنت بدك تبحث عن فريلانسر وإيجنسيز عشان أنت بدك تستعرض البروفايلز. اوكي،
هنا في البروفايل مثلا ممكن تكتب الفريلانسر والايجنسيز، بتكتب التخصص مثلا ويب او جرافيك ديزاينر، يجيب لك كل المسميات او كل الاشخاص اللي المسمى تبعهم جرافيك ديزاينر. ممكن تعمل فلتر هنا، تختار انه مين الافضل في لوكيشن معين، مين انه رينج الاسعار من كذا لكذا، انه الريت تبعه يكون حلقات. هو بحث عن جوب، انا بدي اختار هنا بدي اكتب عبارة البحث، عفوا جرافيك ديزاينر. اوكي، اي هذا فيليب، 49 دولار في الساعة. الآن شوف في البيو تبعته. شوف البورتفوليو تبعته، معرض الأعمال، شوف كيف مقسمها مرتبها. هذا شغل متعلق بالـ UX UI Design، هذا شغل يعني شغلات متعلقة بالـ PowerPoint Samples. تمام، هذه شغلة بالباوربوينت ماركتينج ف and so on. بالتالي هيك استعرض كل الأعمال تبعتهم يعني حسب فئات معينة. اوكي، الآن بخصوص البيو هنا، وكأنه بيحكي مع الكلاينت: Hello and thank you for visiting. I am a French creative graphic designer. قد انه قديش الخبرة تبعته. تمام، بدي اتركك انه انت يعني انه انت يعني تقرأ وتشوف انه شو المعلومات الأساسية اللي موجودة عنده يعني في البيو تبعته، وانت يعني تنتقي افضل الفريلانسر وتشوف كيف كتبوا البيو، وتشوف انه يعني انه هنا قد اول حاجة يعني الخبرة تبعته، ايش الطموح تبعه، يعني زي ما حكينا انه هنا شغله متعلقه بالطموح. تمام، انه create visual and high added value for communication, what I do, my asset and experience. تمام، الى اخره من الشغلات هذه. هنا كذلك هذا الفريلانسر الثاني، هذا من كراتشي باكستان، ومحفظه الاعمال تبعته هنا، هذه شغلات متعلقة بالويب ديزاين، هذه كوربوريت ايدنتيتي، هذه شغلات متعلقة باللوجو، فهو مرتبها على حسب فئات، هذه فيزيتنج كاردز الى اخره من الشغلات هذه. تمام، شوف هنا حط انه اهم انجازاته، انه هو حطها في البداية انه هو توب ريتد فريلانسر، 12 سنة من الخبرة، 99 جوب سكسس. تمام، و95 من الكلاينت بيعملوا له ريكومنديشن. تمام، هنا انه الشغلات اللي هو بقدمها. تمام، فهي طريقة عرضه، هو مش ملتزم بالستاندرد اكيد بطبيعة الحال، ولكن انه طريقة عرضه انه ممكن قد تكون انه تجذب الكلاينت بطريقة ما. فبالتالي انه هاي مثال تاني زي هيك، فانت ممكن تستعرض مثال عن مثلا على سبيل المثال تختار انه انا بدي ادور على فريلانسر برضو كذلك، وتكتب هنا مجال تاني زي مثلا اندرويد. ممكن
ديفلوبر. وأدور على جوب بالمناسبة، أتأكد إنه اخترنا فريلانسر، وبنكتب هنا أندرويد ديفلوبر. نشوف السويسي، اوكي. طيب نشوف هذا من صربيا. البيو تبعته كتبها بطريقة مش الستاندرد، ولكن انه هو من التوب ريتد، وهي محفظة الأعمال تبعته، انه التطبيقات اللي هو عملها. بالتالي استعرض وشوف كيف وحسن البروفايل تبعك. وبهيك هاب بنكون خلصنا المواضيع الثلاثة بخصوص المسميات الوظيفية، السيرة المختصرة، معرض الأعمال، والسعر. يعطيكم العافية.